بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة اكتشف لكي جي 1 الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال المحور الثاني العالم من حولي، الفصل الثاني منه كيف أعتني، ودروسنا النهاردة هي دروس من 1 إلى 5. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار دروسنا إيه وإزاي هنشتغلها مع بعضنا. طبعا إحنا عارفين المنهج بتاعنا، المحور الأول 3 فصول خلصناهم، والمحور الثاني العالم من حولي، خلصنا الفصل الأول صغار الحيوان والحيوانات، ودلوقتي إحنا شغالين في الفيديو الأول من الفصل الثاني كيف أعتني. دروسنا طبعا من 1 إلى 5 في الفصل الثاني. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار دروسنا وهنشتغلها إزاي. درسنا الأول هو الدرس الأول بتاعنا اللي بيتكلم على الكائنات الحية ولا غير حية، في كائنات حية وكائنات غير حية. هنبدأ دراسة الفصل بتاعنا، عنوانه كيفية العناية أو كيف أعتني. يعني إن أمكن ممكن تحضر يعني الصيص كده، يكون في نبات كمرجع هيفضل طول الفصل بتاعنا ده اللي هو الفصل الثاني اللي احنا شغالين فيه، هيفضل معانا في الفصل بتاعنا. هنتعلم يعني شيء بشأن العالم من حولنا. في نهاية الفصل ده هتعدوا دليل توضيحي على كيفية العناية بالنباتات بتاعتنا. طيب برضو عايز اقول ان احنا اذا عايزين نعرف يعني ازاي نعتني بشيء، يبقى الاول المفروض ان احنا نعرف المزيد عن الشيء ده، يعني نكون فاهمينه، الحقائق الاساسية اللي يجب ان انت تتعلمها، هل هو كائن حي ولا كائن غير حي. بنعتني بالكائنات الحية والكائنات غير الحية طبعا بطريقة مختلفة عن بعضها. يعني هنلاقي في عندنا زي ما احنا شايفين مثلا قدامنا في حصان، وفي ايه تاني، شطار، برافو، سيارة، ونبات، وصخور، ودودة، ودمي او عروسة. يا ترى هنفكر مين في دول اللي قدامي يكون كائن حي ومين كائن غير حي، وزي ما قلنا العناية بيهم بتختلف من 1 إلى 5 التاني، يعني من الكائن الحي للكائن الغير حي. لو بصينا عندنا كده على الحصان، اول حاجة هنقول يا ترى ده كائن حي ولا كائن غير حي. طب ليه؟ هنفكر شوية عشان نعرف ده كائن حي ولا كائن غير حي. يبقى لازم نعرف، خدوا بالكم، الكائنات الحية بتتكلم، الكائنات الحية بتتنفس، الكائنات الحية بتتحرك، مش كده؟ الكائنات الحية يعني طبق الكلام ده على الإنسان، الكائنات الحية عندها إيدين مثلا، الكائنات الحية بتنمو، الكائنات الحية بتتناول الطعام، عندها أقدام، عندها أذنين، عندها قلب، عندها أطفال، بتقود سيارة. طبعا مش كل الناس، لكن طب هل الكلام ده ينطبق على الحصان اللي عندنا؟ هل بيتكلم؟ لا طبعا، يعني في حاجات ممكن ان احنا نشيلها. طيب بيتنفس، بيتحرك، عنده يدين، بينمو، بيكبر، بيتناول الطعام طبعا، بياكل، عنده اقدام زي ما احنا شايفين، عنده اذنين برضو زي ما احنا شايفين، عنده قلب، عنده اطفال اللي هم الصغار بتاعه، لكن هل بيقود السيارة؟ لا ما بيقودش السيارة، لكن ده انا اقول عليه ايه على طول؟ اقول عليه كائن حي. إذن انا لو انا عملت تقسيمه كده للكائنات الحيه والكائنات الغير حيه، شفنا الكائن الحي الاول اللي هو الحصان. طب لو بصينا على السياره، يا ترى هل السياره كائن حي؟ لو طبقنا الحاجات دي هنلاقي مفيش ولا حاجه منطبقه عليها. ليه؟ لانها لا بتتنفس ولا بتتحرك. تقولي لا ده بتمشي، بس احنا اللي بنمشيها، لكن لو سبتها لوحدها كده هتمشي؟ لا طبعا. هل عندها ايدين؟ هل بتكبر؟ تسيب السيارة النهاردة صغيرة تاني يوم تلاقيها كبيرة، نقل كبيرة؟ لا طبعا. عندها قلب؟ لا مفيش قلب. اذا دي بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول عليها كائنات غير حية. طب لو شفنا النبات اللي قدامنا ده، هل بيتحدث؟ لا ما بيتحدثش، يبقى مش كائن غير حي. لا
نكمل معانا. بيتنفس؟ بيتنفس، بس احنا ما بنشوفهوش لان في فتحات صغيرة بتساعده على ان هو يتنفس. هل بيتحرك؟ تقول لي ما سيبش النبات هنا واجي الاقيه بكره هنا. لا، ما نقصدش بالحركه في النبات هي كده، لا، في الحركه في النبات ان هو لما بينمو بيكبر، لما بتحط له البذره بتطلع الشجر الغصن بتاعها او الفرع بتاعها او الجذع بتاعها بيطلع بينمو بيكبر بيتحرك للنمو بتاعه، مش كده ولا لا؟ وفي على فكره برضو في نباتات بتتحرك، يعني الزهرة بتاعتها تتحرك لما تقف عليها حشرة تروح قفلاها وتقفل على الحشرة وتمتصها كده يعني. لكن احنا بنتكلم بصفة عامة عن النبات. اذا عرفنا ان الحيوان دي كائنات حية وعرفنا ان النباتات كمان ايه؟ كائنات حية. ده كلام جميل. يبقى نكتبها فين؟ هنكتبها هنا، النبات كائن حي. طب لو رحنا على الصخور، شايفين الصخور اللي قدامنا دي؟ طبعا لا بتتنفس ولا بتكبر ولا بتتحرك ولا، يعني ده يعتبر جماد، مش كده؟ وعشان كده بقول عليه انه كائن غير حي. ده بالنسبة لإيه؟ للصخور. برضو الدمية نفس الكلام، مفيش حاجة من الحاجات دي بتنطبق عليها، لان احنا اللي عاملينها، فتعتبر كائن غير حي. طب كلام جميل. لكن لو شفنا الدودة بقى، الدودة بتعتبر من الكائنات الحية اللي موجودة عندنا. الدودة بتتنفس وبتتحرك، ويعني ممكن ما يكونش لها ايدين، لكن في برضو نوع من الدود بيبقى له اطراف كده صغيرة بيتحرك عليها، لكن دي بتزحف زحف برضو، بينمو، بيتناول طعام، بياكل، مش كده؟ عنده قلب، كل دي، عنده اطفال اللي هي الدود الصغير بتاعها، كل الحاجات دي. طب لو شفنا الصخور بقى، هل الصخور الدمية وبعدين خدنا الدودة، هنحطها فين الدودة؟ هنحطها في الكائن الايه؟ الحي بتاعنا. لكن احنا لو فكرنا في الصخور بتاعتنا هنلاقي ان الصخور بتاعتنا ايه مكانها فين؟ مكانها هتتحط، معلش انا نسيت اكتبها، الصخور هتتكتب هتتحط في الكائن الغير حي. لا كتبناها ايه؟ كائن غير حي. اذا انا عندي في التقسيمة اللي قدامي دي لكائن حي وكائن غير حي عندنا تلاتة، تلاتة ايه؟ تلاتة كائن حي. عدوا معايا كده، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة اللي احنا حطينا عليهم الدوائر الحمراء، وفي تلاتة تانيين اللي ما حطيناش عليهم الدوائر الحمراء، ودي بنقول عليها اشياء غير حية، تمام؟ يعني جماد، تمام كده؟ فهمنا الحتة دي. طب مين اكبر بقى، عدد الكائنات الحية اللي في الصورة ولا عدد الاشياء الغير حية؟ الاتنين متساويين. طلع ايدك اليمين كده وارفع منهم ثلاث اصابع بتوع الكائن الحي، وبرضو طلع ايدك الشمال وارفع ثلاث اصابع، هتلاقي كل صابع قصاده صابع، يعني التلاتة بتساوي التلاتة، يعني مفيش كائنات ايه؟ كبيرة عندنا، تمام؟ اذا فهمنا الصفحة بتاعتنا في الدرس الاول، كائن حي ام غير حي، ارسم دائرة حمراء، حطيناها الدائرة الحمراء بتاعتنا. تعالوا نشوف بقى حاجة مهمة عندنا، دي ايه؟ دي مدرسة، ودي ايه؟ دي كتب وشخبيط ولا حاجات مكتوبة مش عارفين ايه هي. لا، هي برضو مدرسة، واخدين بالكم؟ بس دي ايه؟ مهندس رسمها. رسمها يعني ايه؟ يعني عملها كده، نقول عليها خريطة، نسميها ايه؟ خريطة. ليه طب بيعمل الخريطة؟ بيعمل الخريطة، او احنا بنعمل الخريطة لمكان او مبنى او دولة كبيرة زي مصر مثلا، بنعمل لها خريطة. اكيد شفتوا انتوا خريطة، مش كده ولا لا؟ الخريطة بتساعدنا على ان احنا نعرف الاماكن بتاعتنا. يعني هو جايب لي هنا صور لمدرسة، وصور لحديقة، وصور لملعب داخل ايه؟ داخل المدرسة. وعشان كده بنقول الصورة اللي موجودة على اليسار دي، دي صورة لايه؟ لخريطة. خلاص؟ يا ترى سمعتوا عن كلمة خريطة قبل كده؟ قولوا معايا كده، خريطة، خريطة. حد منكم استخدم خريطة قبل كده؟ اذا كان في حد استخدم خريطة يفتكر ويقول لزميله المجاور، او يقول لماما او بابا او اخوه اللي موجود معاه اذا كان في البيت. طيب تعالى برضو اسألك سؤال تاني، الصورة اللي هنا قلنا ايه؟ قلنا دي صورة. طب صورة ايه؟ صورة مدرسة.
هو عايزنا نكتب تحت الصورة حرف الصاد اللي هو أول حرف في كلمة صورة، وتحت الخريطة نكتب حرف خ اللي هو أول حرف في كلمة إيه؟ خريطة. تمام؟ طيب تعال بقى، الصورة بتوضح لنا إزاي بيبقى الشيء زي ما هو بطبيعته، خلاص؟ لكن الخريطة بتوضح لنا مواقع الأماكن زي ما قلنا من شوية، بتساعدنا على ان احنا نتنقل من مكان لمكان واحنا معانا الخريطة، نشوف احنا فين وعايزين نروح لفين. يعني انا مثلا في فصل من الفصول مثلا هنا او في المكتبة هنا وعايز اروح للحديقة مثلا، يبقى همشي كده كده او يعني واطلع كده، لان دي هتبقى يعني سور للحديقة، ادخل من خلال باب مثلا او حاجة، اذا كان متقل الحتة دي ممكن تبقى هي باب او دي تبقى هي باب، واقدر ادخل يعني بقدر اتنقل. يعني للخريطة بتعمل لنا ايه؟ بتنفعنا في ايه؟ قلنا كلمة خريطة ورددناها، بتوضح لنا مواقع الاماكن، بتوضح لنا كل مكان فين بيقع، وبتساعدنا على ان احنا نتنقل من مكان لمكان. طيب هو عايزنا نحط الصاد والخاء، هحط له الصاد تحت دي عشان دي صورة لخريطة، صورة لمدرسة كاملة، لكن دي مرسومة بالايد بتوضح المعالم بتاعة الصورة بتاعتنا، اذا دي صورة لخريطة، دي صورة لخريطة، لكن دي صورة لمدرسة، فانا هحط هنا خ، عارفين الخ بتتكتب ازاي طبعا، والصورة زي ما احنا شفنا قدامنا كده. طيب ده كلام جميل، يعني معنى كده ان احنا لو طلعنا في نزهة سريعة في فناء المدرسة عشان نبحث عن الكائنات الحية والكائنات الغير حية ونسجلها زي ما احنا عملنا في جدول كده في الصفحة اللي فاتت، اذا كنا هنذهب لحديقة في مدينة تانية مثلا، مين يقدر يساعدنا ان احنا نوصل لمكان الحديقة دي؟ طبعا الصورة ولا الخريطة؟ لا طبعا الخريطة هي اللي هتساعدنا، لان الخريطة الصورة بتبين لي المكان نفسه، لكن الخريطة بتبين لي ازاي اوصل للمكان، لانها بتخبرك ازاي توصل لاي مكان انت الحمد لله عفوا اي مكان انت عايز توصل له. يبقى معنى كده ان الخريطة مهمة لانها بتحدد لنا المواقع او مواقع المكان الاماكن يعني، وكيف نصل الى الاماكن بتاعتنا. ده كان الجزء الاول بتاع درسنا الاول، الجزء الثاني بتاع درسنا الاول. درسنا الثاني ملهوش صورة عندنا في الكتاب بتاعنا، ملهوش صفحة، عشان كده هنشوف احنا هنعمل ايه. في شيء احنا شفناه زي ما قلنا من شوية واحنا في الحديقة، شفنا الكائنات الحية والكائنات الغير حية وسجلناها، لكن في حاجة احنا شفناها مش موجودة في الصورة، يعني ما سجلناهاش احنا، اللي هي ايه؟ اللي هي الشمس. لو احنا رجعنا للفناء تاني ونظرنا هنشوف الشمس، مش كده؟ يا ترى الشمس دي كائن حي ولا كائن غير حي؟ لو طبقنا الحاجات اللي قلناها مش هنلاقيها موجودة فيهم، مش كده ولا لا؟ تتنفس، تعيش، تنمو، الحاجات دي كلها ما هيش كائن حي، يبقى ازاي عرفتوا ان هي ليست كائن حي؟ الشمس من الكائنات غير الحية، لكنها مهمة جدا جدا. لمين؟ لجميع الكائنات الحية. طب ليه الشمس مهمة لجميع الكائنات الحية؟ لانها بتدينا الدفء، بتدينا الحرارة، السخونة، مش كده؟ بتدينا الضوء. شوف طول ما في شمس مش محتاجين ان احنا ننور الانوار بتاعتنا، لان الشمس بتورينا كل حاجة، بتساعد النباتات كمان على انها تنمو. يعني اذا الشمس مهمة لانها بتوفر لنا الدفء وتدينا الضوء وتساعد النبات على النمو. من الاسباب الاساسية المهمة ان الشمس هي المصدر الاساسي للحرارة للعالم كله. يعني لو عايزين حرارة نجيبها منين؟ تقول لي من البوتاجاز.
نولع نار، كل دي صح بتجيب حراره، لكن المصدر الاساسي للحراره هو الشمس في العالم كله. يبقى خليك فاكر الجمله دي، ان الشمس هي ايه؟ المصدر الاساسي للحراره في العالم كله. توقعوا ايه اللي يحصل لو انا جبت اقلام مكسوره كده قديمه وحطيتها على ورق ألمونيوم ورحنا في الفناء وشفنا المكان اللي فيه شمس، هنعرف ازاي ان في حراره؟ اذا لمسنا الارض هنلاقيها سخنه، فنحط في المكان ده اللي هو فيه الشمس بتديله الحراره، نحط فيه ورق الالومنيوم اللي عليه الوان اقلام التلوين المكسره دي، وبعدين نروح منطقه تحت شجره كده، منطقه فيها ظل، ونحط برضو طبعا هنحط ايدينا على الارض هنلاقيها بارده، ما هي السخنه زي المكان اللي الشمس متجه له، او لو احنا وقفنا فيه الشمس تبقى علينا تيجي علينا. هنرجع لهم بعد فترة ونشوف ايه اللي حصل لاقلام التلوين اللي موجودة في اشعة الشمس اللي تحت اللي هي في الحرارة، والوان التلوين اللي موجودة في الظل اللي ما فيهاش الشمس. لو احنا بصينا كده على الارض، في عندنا كرة كده، الكرة دي بنسميها الكرة الأرضية لأن مرسوم عليها العالم كله. مكاننا إحنا في مصر في الحتة دي كده أهو اللي أنا حاطط فيها إيدي ده، هي شايفيننا إزاي؟ هنا كده. طب لو أنا جبت واحد ووقفته هنا وحط إيده كده عملها دوران كده مدورة فوق دماغه كأنه هو الشمس، هتعتقدوا برأيكم يعني لو إحنا تخيلنا بقى إن الشمس دي في مواجهة الإيه؟ الكرة الأرضية، في مواجهة مكاننا اللي احنا عايشين فيه في الكرة الأرضية، يا ترى المكان ده هيبقى أكتر دفء ولا أكتر برودة؟ طبعا هيبقى دافئ. ليه؟ لأن الشمس متعرضة له على طول. يعني ده بيحصل إمتى؟ في فصل الصيف، بنسميه إيه؟ الصيف. طيب يبقى كلمة فصل دي فصل يعني إيه؟ يعني فترة كده زمنية يتاخد لها 3-4 شهور كده الدنيا حر، دي بنقول عليها ايه؟ او برد، دي بنقول عليها فصل. طب اذا كان حر يبقى بنقول عليها صيف، واذا كان برد هنقول عليها شتاء. قولوا ورايا الكلمتين دول، كلمة الفصل، ورددوا ورايا يلا، الفصل الفصل الفصل، برافو عليكم. برضو نردد كلمة الصيف الصيف الصيف، كلام جميل. طب لما بقى الجزء اللي مواجه لنا ده اللي هو اللي احنا عايشين عليه مال كده شوية بعيد عن الشمس شوية، ايه اللي يحصل؟ هنلاقي ان الفصل بتاعنا هو الشتاء، يعني اكتر برودة. خلاص يبقى تعالوا نكرر ايه وايه الفصلين بتوعنا اللي احنا عرفناهم دلوقتي، الصيف الشتاء، الصيف الشتاء، برافو. الشتاء ده بيحدث امتى؟ او البرد ده بيجي امتى؟ في فصل ايه؟ الشتاء. خلاص يبقى كلمة الشتاء مهمة جدا لنا اللي فيها البرودة، وكلمة الصيف مهمة برضو لنا اللي هي الفصل اللي فيه الحرارة مرتفعة شوية. طيب تعالوا بقى نرجع للقاعة وناخد معانا اقلام التلوين اللي كنا حاطينها، هنلاقيها اللي كانت متواجهة للشمس دابت، ويمكن ان احنا نعمل منها اقلام جديدة كمان، نجمعها كده، نجمعها مع بعضها ونعملها يعني. طب المهم انها ذابت او ساحت، ليه؟ ساحت من حرارة الشمس، لكن اللي كانت في المكان اللي فيه ظل مش هنلاقي فيه يعني اي مش هتسيح ولا هتدوب، هتفضل زي ما هي. يبقى ممكن نعرف اذا كان هتقدر تنفعنا بعد كده اللي هي مكسورة دي ولا لا بعد ما ذابت. لاحظنا بقى ايه هنا، تعالوا بقى نشوف. لاحظنا ان انا ممكن اعمل منهم اقلام تاني زي ما قلت صغيرة. طيب لاحظنا ان حرارة الشمس لها اثر، مش كده ولا لا؟ واكتشفنا ان لما تميل الارض تجاه الشمس، ناحية الشمس، لما الارض تميل قريبة من الشمس يبقى الطقس هيكون اكتر دفء.
خلاص كده، ودي بنسمي الفصل ده ايه؟ الصيف. وتعلمنا ان لما تبعد الارض عن الشمس شويه بيحصل ايه؟ الطقس بيكون اكتر بروده، يعني الشتاء. تمام كده حبايبي؟ طبعا الارض بتدور والشمس بتدور وبتلف ودي بتلف، بس احنا يعني هناخد الحاجات دي بعدين مش دلوقتي. طيب ده كلام جميل، وضحوا لي بقى كده ايه اللي بتعمله الارض لما نكون في الصيف، يعني بيبقى ايه؟ بتميل تجاه الشمس عشان تبقى حر، ده ان ده في الصيف. طب ايه اللي وضحوا لي ايه اللي بتعمله الشمس لما نكون في الشتاء؟ بتميل بعيد عن الشمس، تبعد عنها، لكن في الصيف تقرب منها، ولما تقرب للشمس الشمس سخنة، فبتدينا ايه؟ بتدينا الحرارة على طول. تعالوا نشوف درسنا الثالث وفصول السنة اللي احنا اتكلمنا عليها. عرفنا ان الارض بتميل تجاه الشمس، بنحصل على مزيد من الاشعة بتاعت الشمس، وبيصبح الطقس بتاعنا، كلمة الطقس يعني الجو بتاعنا، بيبقى اكتر دفء، مش كده؟ ايه الفصل اللي احنا بنشير اليه؟ الصيف ولا الشتاء؟ اللي بيكون فيه أشعة الشمس مباشرة الصيف. برافو عليكم، صح كده. طب يا ترى هنقدر نعرف حاجة تانية؟ خدوا بالكم، الصفحة بتاعتنا فيها صور للصيف وللشتاء. شايفين اللي فوق الصورة الأولانية دي للشتاء؟ في مطر نازل اهو زي ما احنا شايفين، لكن في الصورة التانية في شمس، يعني في حرارة، يعني في صيف، لأن الصيف الجو بيبقى حر وبيبقى دافي، لكن الشتاء بيبقى الجو ايه؟ بارد. في ناس بتحب الشتاء وفي ناس بتحب الايه؟ الصيف. شطار حبايبي. طيب كمان برضو عايزين نشوف الفصل الاول بتاعنا او الصورة الاولانية دي اللي هي بتاعت الشتاء. انتوا يعني مر عليكم شتاء، يعني فصول كده اللي هي بتكون شتاء قليلة، عشان انتوا لسه حبايبي صغننين حلوين 4 سنين كده، يعني مر عليكم 3 مرات او 4 مرات، يعني مش كده. الشتاء بقى بيجي، مش احنا خدنا في التقويم في الرياضة شهور السنة؟ مش وصلنا لغاية ديسمبر وبنرجع ناخد يناير وفبراير ومارس. قولوا ورايا كده، ديسمبر يناير فبراير مارس، ال4 شهور دول بيبقى الجو ايه؟ حار جاف. طب بنسميه ايه؟ بنسميه الصيف. طب بنلعب فيه ايه؟ بنلعب في كرة القدم، بنلعب في مطاردة ولمس، بنلعب في سباحة، مش كده ولا لا؟ ده بالنسبة لايه؟ للصورة الاولانية اللي هي بتاعت الشتاء الصيف. طب تعالوا نشوف بقى الشتاء، انا اتكلمت على الشتاء اللي الجو بيبقى بارد فيها، اللي بتاخد ديسمبر ويناير وفبراير ومارس. الصورة التانية اللي تحت ده ايه؟ قلنا دي بتاعت الصيف، بتاعت ايه؟ الصيف. برضو انتوا عشتوا فصول قليلة من الصيف. الصيف بيبدأ من مايو لغاية اكتوبر، يعني ايه؟ هو بيبقى فعلا من يونيو اللي هو شهر 6 ويوليو واغسطس وسبتمبر. تمام كده؟ يعني بيبدأ فعلا من يونيو وينتهي في سبتمبر، فاحنا بنقول من مايو لغاية اكتوبر، لكن هو فعلا من يونيو الى سبتمبر. هنعرف ليه لما نكبر شوية كده او في دروس جاية ان شاء الله الحكاية دي ونفهمها كويس. طب هو بقى هنا عايز ايه مني؟ هو قال لي لو سمحت انا عايزك تلون لي لون. تعال نشوف الصفحة كده بتقول ايه؟ اهي بتقول لي لون فصل السنة المفضل عندك، انت بتحب ايه وليه بتفضله؟ والله كل واحد بقى لون بقى الشتاء اللي فوق اذا كنت بتحبه، لون الصيف اللي تحت اذا كنت بتحبه، وتقول ليه انت لونته. خدوا بالكم، انا مثلا هحب ان انا الون الصيف. ليه؟ اهو شفت لونت الصورة كاملة ازاي بشكل جميل، تعرفوا تلونوها كده زي ما انا لونتها، السماء والارض والجنينة والحديقة
وشارع بيمر ومنزلين زي ما احنا شايفين، حاجات جميلة. وانا بحب الصيف طبعا، اللون الاصفر بس خفيف قوي مش باين هنا معلش بتاع الشمس. طبعا انا بحب، لان في الصيف بنذهب الى المصايف زي مثلا اسكندرية، زي الغردقة، مش كده ولا لأ؟ كلام جميل. طيب برضو تعال بقى نشوف احنا في الصيف بنلبس ايه وفي الشتاء بنلبس ايه. قبل ما نقول بنلبس ايه، لازم نكون عارفين في نوعين من الملابس. في ملابس خفيفة اقدر ارتديها في الشتاء، لا طبعا الدنيا برد في الشتاء ما ينفعش، او لا. طب ليه لا؟ لان الجو بيكون بارد جدا، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم البس الملابس المناسبة. يعني الملابس الثقيلة البسها في الشتاء عشان تديني دفء، والملابس الخفيفة البسها في الصيف، مش كده؟ لان جسمي بيبقى حران. يمكنكم برضو ان انتوا تضعوا الملصق بملابسكم في المنزل. يعني ايه؟ تحت خالص في الصورة هو جايب لي اربعة كده، شايفين؟ ممكن تاخد الورقة معاك تقطعها من الكتاب وتاخدها معاك البيت، وبابا او ماما يقصوا لك دول كده هوت الاربعة، اتنين شتاء واتنين صيف، وتشوف ملابس الشتاء تحط عليها، على الملابس دي، على واحدة منهم تحط دي بدبوس وممكن تخيطه خياطة، والتانية برضو على واحدة تانية بتلبسها في الشتاء وتحط عليها دبوس أو تخيطها خياطة، والملابس الخفيفة اللي عندك اللي بتلبسها في الصيف تحط على واحدة العلامة دي وعلى واحدة تانية العلامة دي اللي مكتوب عليهم الصيف. تمام؟ يعني ممكن تقطع الصفحة وتاخدها معاك البيت، بس طبعا لما يقولك المستر او المس. طب احنا عرفنا القصة دي خلاص دلوقتي، الملابس بتاعتنا الخفيفة والثقيلة. تعالوا نشوف يا ترى لما اعوز شمسية زي كده واعوز معطف تقيل هيبقى ده ايه؟ هيبقى الشتاء، اللي هو الصورة دي ولا الصورة دي؟ الصورة دي شطار. طب مين تاني معاه ممكن البسه؟ يا ترى البس الخفيفة دي بمحملات، ولا البس الشبشب الخفيف ده والشورت الخفيف ده؟ لا لا ده ولا ده، اخد ده الطويل شوية، مش كده ولا لا؟ يبقى على طول اقول له في الشتاء هنلبس الملابس دي الثقيلة والمظلة او الشمسية بتاعتنا، تمام كده؟ طب وفي الصيف هاخد الاتنين التانيين اللي هما الملابس الخفيفة اوصلهم للصيف. يبقى انا كده وصلت بين الملابس والفصل المناسب، اتنين للصيف واتنين للشتاء، ملابس ثقيلة للشتاء، ملابس خفيفة لايه؟ للصيف. تمام حبايبي؟ كلام جميل. طيب تعالى نشوف برضو حاجة تانية في درسنا بقى التاني اللي هو الدرس الرابع، بقاء النبات او الحيوان حيا في بيئته. بيقول لي ارسم دائرة حول اجزاء محددة في النبات والحيوان تساعده على انه يفضل عايش في البيئة بتاعته. واحدة واحدة نرجع على السبورة. ازاي بتعتقدوا ان النباتات والحيوانات بتفضل على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد؟ لان ربنا خلق لها حاجات في جسمها، اجزاء في جسمها بتحميها من التلج وتحميها من الحر وتحميها من الصحراء، الرمال، الحاجات دي كلها موجودة في جسمها. يعني مثلا بتلاقي حيوان الشعر بتاعه كثيف كتير، حيوان تاني طبعا ممكن يعيش في كهف، يدخل جوه حفرة كده عشان يدفى، واخدين بالكو؟ برضو في نباتات بتفقد الاوراق بتاعتها، اوراقها بتنزل. طيب في برضو شخص بينقل نبات يدخله في داخل بيته مثلا، مش كده ولا لأ؟ كلام جميل. يعني ممكن نلاقي اجزاء خاصة بتساعدنا او بتساعد الكائنات الحية النباتات والحيوانات على ان هي تبقى على قيد الحياة في ظروف واماكن مختلفة.
برد، حر، بحر، صحراء، اللي هي المكان اللي بيعيش فيه اللي بنقول عليه البيئة. رددوا ورايا كده كلمة ايه؟ البيئة. طب ايه الحاجات اللي في جسم الانسان اللي ممكن تساعده على الحاجات دي؟ بصوا كده معايا، تعالوا بس الاول عشان الكلام دخل في بعضه، تعالوا نشيل اللي احنا خلصناه ده اللي فوق ده ونشوف. ممكن يكون ربنا خلق لها منقار او اجنحة او ريش او حراشف او فرو، ولون الفرو كمان بيأثر برضو، لو ابيض يبقى محتاج البرد. مخالب في رجليها او اسنان في فمها، في الفم، خياشيم زي السمك، اظافر، ودن وانف وعيون وشعر واشواك وجذور وورق وزهور وشوك. كل الحاجات دي ربنا بيخلقها لها عشان خاطر تقدر تعيش وتنمو في المناطق اللي هي صعب العيشة أو الحياة فيها. طيب تعالوا كده نشوف بقى حاجة حاجة. هنبتدي أول حاجة عندنا ده الجمل، ده كده عين الجمل ورموش الجمل، وده ديل رجل، آسف، رجل الجمل من تحت اللي هو بنقول عليه كده زي خف مثلا، خف الجمل. لو بصينا للجمل، الجمل بيعيش في بيئة حارة جافة، لأن الجمل بيعيش في الصحراء، والرمال بـ 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 بتتحرك بقوة، الرياح بتحركها فممكن تدخل في عينيه، عشان كده ربنا عمل له الرموش اللي احنا حاجات اللي قلنا عليها دي، أو الرموش أهو، الرموش دي تحميه من الرمال دي. والاقدام، اقدام كبيره جدا، شايفه شايفين منظرها عامل ازاي؟ ما تغصش في الايه؟ في الرمال، بتفضل تخليه يعرف يمشي، يبقى عنده رموش وعنده اقدام يقدر يتحرك بيها في الصحراء. ده كان مين؟ ده كان الجمل. طب تعالوا نشوف الصوره اللي تحت الجمل اللي هي صوره ايه؟ اهي قدامنا الصوره دي بتاعت نبات اسمه الصبار. اسمه ايه؟ بيعيش برضه في الصحراء، الصحراء سخنه وجافه زي ما شفنا فوق واحنا بنتكلم على الـ الـ الجمل. ايه اللي بيساعد الصبار على انه يستطيع ان يعيش في الصحراء؟ انه في اشواك، الاشواك دي بتخليه ما يطلعش ميه من جسمه عشان خاطر يفضل محتفظ بالميه جوه جسمه ومن حراره الشمس اللي هي موجوده فين؟ في الصيف في الصحراء. تمام، يبقى الصبار في اشواك والجمل في الخف وفي الايه؟ الرموش، مش كده ولا لا؟ كلام جميل. طيب تعال نشوف الصوره الثالثه اللي هي الدب القطبي. الدب القطبي ما عندناش احنا في مصر، لان ده بيعيش في المنطقة القطبية الشمالية، القطب الشمالي، مكان برد جدا وفيه تلج كتير جدا، بس هو في الصورة هنا مش جايبه واضح، جايبه غامق، لكن هو مهم جدا ان اللي بيخليه يقدر يعيش ان هو الفرو بتاعه ابيض يحميه من برودة الايه؟ التلج. والمخالب بتاعته، شايفين رجليه من تحت الضوافر بتاعتها، شوفوها في الصورة عندكم في كتابكم تبان اوضح شوية. بتساعده على انه يحفر في التلج كمان عشان يدخل في التلج ويدفع، خدتوا بالكم؟ يدخل في التلج ويدفع. طيب ده كان الايه؟ الدب القطبي. تعال نشوف بقى الصورة الأخيرة اللي هي بتاعت سمكة القرش، دي للأسف مش باينة، أنا هوضحها لكم أحسن كده بالمنظر ده. دي سمكة القرش. سمكة القرش هنا، القرش بيعيش في المحيط، في البحر يعني، في المية يعني، بس طبعا المحيط أكبر من البحر يعني. إيه اللي بيساعد بقى سمكة القرش على إن هي تفضل على قيد الحياة؟ سنانها، شوف الحتة اللي أنا حط على الدايرة دي، ما أنت بتحط الدايرة على الحاجات اللي ربنا خلقها في جسم الحيوان ده أو الكائن الحي ده عشان يحميه ويفضل عايش. فده أسنانه بتبقى أسنان حادة جدا عشان يقدر يجيب الأكل بتاعه، الطعام بتاعه. ديله كمان، ديله عشان يساعده على إن هو يتحرك في المية، ديله طويل زي ما احنا شايفين كده قدامنا.
خدتوا بالكم حبايبي، دي الايه الكائنات الحيه والغير حيه، نباتات عندنا زي الصبار، وحيوانات تانية زي اللي احنا شفناها وسمعناها دلوقتي. طيب تعال بقى نشوف برضو هنا بيقول لي ايه حيوان خارق، ارسم حيوان من خيالك كده له اجزاء خاصة بتساعده على البقاء حي. الحقيقة في حيوان خارق بنسميه دب الماء، بنقول عليه دب الماء. شوف شكله غريب ازاي، ده البروتينات بتاعته اللي هي مكونات الغذاء اللي موجودة في جسمه بتساعد على ان هو يحمينا من اشعة الشمس، يعني افضل يعني واقي افضل من اشعة الشمس، بيحمينا من الاشعة اللي اسمها اشعة فوق البنفسجية اللي بتسبب مرض اسمه سرطان الجلد. يعني حيوان خارق ضخم جدا وموجود في البحر. انا مش عايز اكلمكم اكتر، كفاية المعلومة البسيطة دي، لان ان هو قال كلمة خارق، فهو ده احنا بنسميه الدب الماء الخارق، عشان كده انا جبت لكم الصورة بتاعته دي. الدرس الخامس بتاعنا، درسنا هو هنا بقى في ايه، في مراحل حياة للفراشة والضفدعة والدجاجة والانسان، جايب اربع مراحل. الفراشة جايب الاربع مراحل بتاعتها، البيضة واليرقة والشرنقة والفراشة، والضفدعة برضو نفس الكلام يعني قلناهم قبل كده اظن، والدجاجة نفس الكلام، والانسان. هو هنا بقى عايزني الون كل مجموعات، يعني لون كل المجموعات، تقعد تلون فيها كده براحتك انت، لان التنوين بيتعبني صراحة. طيب جميع الكائنات الحية بتنمو وتتغير. طب ازاي بتنمو وتتغير؟ خدناها في الفصل في المحور الاول. طيب من اكون؟ خدناها فيها، خدناها ان بتنمو وتتغير، يعني بتبقى اطول، شعرها يتلون باللون الابيض لما بيكبر، بتنبت له اسنان طفل لما بيتولد، بتسقط اسنانه لما بيكبر، مش كده؟ بيتعلم ازاي يمشي وهو صغير وازاي يتكلم. لما بيكبر بتبقى فيه تجاعيد كده في وشه كده، بتلاقي جلده كده كرمش كده، مش كده ولا لا؟ دي معناها ازاي بتنمو وتتغير. طب هنا بقى، هل تتذكروا لما تعرفنا على مراحل الحياة في وقت سابق قبل كده من المحور الاول، من اكون، العلامات المرجعية اللي هي المعبرة اللي موجودة قدامنا دي اللي بتوضح مراحل الحياة للفراشة والضفدعة والدجاجة والانسان، تعالوا كده نحلل دول ونقارن بين كل علامة مرجعية من العلامات الاربعة بتوعنا دول، ايه المتشابه وايه المختلف. لو انت بصيت لهم وفكرت فيهم كده هتلاقي ايه المتماثل، ان كل الصور اللي قدامنا دي بتاعت مراحل الحياة كلها بتدل على النمو والتغير، كلها بتمر بمراحل عشان توصل لمرحلة البلوغ، يعني من طفل لغاية ما تبقى كبيرة. خدتوا بالكم دي جزئية ايه؟ التشابه. طب والاختلاف؟ التشابه ان كلهم بينموا ويتغيروا. طب ويا ترى الاختلاف؟ الاختلاف ان هتلاقي الفراشات والضفادع والدجاج والتلاتة دول من غير الانسان طبعا، كلهم بيبدأوا ببيضة زي ما احنا شايفين اهو، بيض هنا وبيض هنا وبيض هنا، وبعدين البيض بيفقس يطلع منه اذا كان يرقة او كتكوت او الحاجات دي كلها، فبتبقى بيضة وبعدين يرقة، ما بتشبهش الفراشة البلغة، في فرق بين اليرقة وبين الفراشة البلغة، مش كده ولا لا؟ برضو هنا في فرق بين اليرقة وبين الفراشة البلغة، وهنا اسف هنا الضفدعة، في فرق بين دي وبين دي، انا شاورت غلط. طيب البشر بقى بيحتاج الى انه يكبر، الكبار يعتنوا بيه بعد ما كان صغير بيكبر. خدتوا بالكم معايا؟ فهمنا الحاجات اللي قلناها دي كويس. طيب تعال بقى هنا نشوف كمان حاجة تاني برضو، يعني احنا عندنا مثلا ممكن ان انت
تقصقص المجموعات بتاعتنا الاربعه دول وتاخدهم البيت معاك، تستخدمهم وقت يعني خلال وقت القرايه كده او في وقت فاضي انت فيه. اذا ما كانش ممكن يبقى فكر في ان انت تاخد الصفحه بحالها وتقصقصها في البيت، حد يقصقصها لك في البيت عشان تلونها وعشان تلعب بيها العاب جميله. هنشوف العابنا الجميله دي ايه هي، خدوا بالكم معايا. اذا هنا كل واحده من المراحل دي بتبدا من البيضه، في الثلاثه اللي فوق دول بيبداوا من البيضه الى الفراشه البالغه والضفدع البالغه والدجاجه الكامله والانسان الكبير اللي احنا شايفينه من طفل الانسان. لكن بقى هنا احنا عايزين نختار واحده من دول وانتوا تتقسموا مجموعات، كل مجموعه من اربعه، وبعدين المجموعه دي يا اما تعمل دائره زي كده، اذا كان صعب ممكن تعملها مربع مش مشكله وتقسمه لاربعه، او اذا كان دايره تقسمها برضو لاربعه. هتشوف انت هتختار ايه. مثلا نختار الفراشه مثلا، واخدين بالكم، نختار الفراشه. نيجي بقى نرسم صوره هنا لاول حاجه في مرحله حياه الفراشه اللي هي ايه، اللي هي البيضه، مش كده؟ اهي البيضه كده. طب بعد كده بعد ما ارسمها هنا اجي على الجزء الثاني هنا، خليك ماشي كده عكس عقارب الساعه كده يعني. دي اول حاجه، وبعدين ثاني حاجه هنا، ثالث حاجه هنا، رابع حاجه هنا. بعد البيضه في ايه؟ في اليرقه، مش كده ولا لا؟ هترسم اليرقه هنا. كلام جميل. يبقى المربع الاولاني ده في البيض، المربع الثاني في اليرقه. طب المربع الثالث هيبقى في ايه؟ ايوه الشرنقه. برافو عليكم، دي كده اهو الشرنقه. معلش انا مشيت كده وبعدين جيت كده، عكست، انا اللي عكست، معلش. هو كان المفروض دي تيجي هنا ودي تيجي هنا، مش مشكله لان احنا هنقصقصها يعني. طيب، وبعد كده الجزء الاخير اللي هو الفراشه الكامله. بعد ما نرسم واحنا قاعدين في المجموعه هنقصقص الاربع مربعات دول او الارباع الاربعه دول، نقطعهم ونقلب الورق بتاعنا، وكل واحد يختار له ورقه. والمجموعات التانية برضو في ناس هتعمل فراشة، ناس نعمل ضفدعة، ناس تعمل دجاجة، ناس نعمل إنسان، كل مجموعة تعمل حاجات زي كده بالظبط. وكل تلميذ أو تلميذة يختار ربع واحد من الأرباع دي، ويبدأ يقول مثلا أنا في إيد البيضة، أنا لدي بيضة، أنا لدي بيضة، واخدين بالكوا ازاي؟ وهو بيقول بيضة يسمع واحد تاني بيقول أنا لدي اليرقة، أنا لدي اليرقة، يروح على طول ماسك إيده عشان هي الإيه؟ المرحلة التانية. وبعدين بتاع اليرقة هيقول أنا لدي يرقة، لدي يرقة، أول ما يسمع بتاع الشرنقة يمسك إيديه، بقوا كام واحد؟ ثلاثة ماسكين إيديهم، البيضة واليرقة والشرنقة، ورافعين الصور بتاعتهم. لتدوروا على اللي بيقول معايا فراشه بلغه كامله، ياخدوه معاهم. يبقى هم الاربعه يعملوا صف واحد كده ويعملوا الحركه دي زي الرسمه بتاعتنا. يبقى الاولان يقف هنا ورافع البيضه، والتاني يقف هنا ورافع اليرقه، والتالت رافع الشرنقه، والرابع رافع الفراشه. ونفس الكلام زي ما قلنا مع المراحل التانيه اللي عندنا اللي احنا قلنا عليها دلوقتي وشفناها. تمام كده حبايبي، كلام جميل. يعني كده متهيأ لي ان احنا خلصنا درسنا او دروسنا. شعار في هنا صورة لو ضغطت عليها هتدخل على طول على دروس الترم الثاني على قناة معلم الرياضيات، تتفتح الدروس معاك بالترتيب. بالإضافة لأن اسم القناة موجود جنب عنوان الفيديو معلم الرياضيات، لو ضغطت عليه تدخل على القناة. في الشريط من فوق في براعم مبدعة اللي مكتبة بالإنجليزي دي، هتلاقيها برضو جنب عنوان الفيديو، لو ضغطت عليها هتدخل على طول على قناة براعم مبدعة للترم الثاني للمرحلة الابتدائية. وهنا في صورة لو ضغطت عليها تدخل على دروس اكتشف اللي احنا شغالين عليها دي بالترتيب عشان ما تسألش وتقول عايز رابط الدرس الفلاني. وهنا في صورة لو ضغطت عليها هتدخل على قناة مبدعون، هتلاقي فيديوهات ديسكفري وفيديوهات كرتونية لسه بكمل فيها لأنها القناة لسه في بداية نشأتها. يسعدني اشتراكك في قنواتي وتفعيل الجرس، بالإضافة لأنك هتلاقي الروابط اللي أنت محتاجها في صندوق الوصف، وهتلاقيها في أول تعليق مثبت. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا. أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.